تلغيهن لازم ريموف اي دي اس وتدفع فلوس، لكن انا ما راح ادفع فلوس، انا ما اريد اعطيك فلوس. كيف 53 شخص منورين، اشكركم على المشاهده، مشاركاتكم يا ولد، اليوم التفاعل فوق يا ولد. ام باك شباب، شوكم ان شاء الله طيبين، رجعت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة محاكي اليوتيوبرز الكينج. أنا شنو؟ بابا أنا حلال مشاكل الألعاب، أنا حلال مشاكل الألعاب. إي نعم، رجعت لكم حلول للعبة بعض المشاكل، يعني مو كلها. يا أخي أنا شنو؟ فتاح فال مال الألعاب أنا؟ ما أكل لعبة بيها مشاكل، أنا حلها بابا، أنا حلها. زين شلون يعني حلول مشاكل الألعاب؟ راح نحكي بالفيديو بعض المشاكل اللي باللعبة اللي لسه بعدها ما أجاله تحديث، بعض المشاكل نقدر نحلها ونقدر نتعامل وياها. طيب، قبل كل شيء أحب أشكركم هواي، الله يسعدكم يا أخي، شقد أحبكم أنا يا أخي، شقد أحبكم. شكرا لكم على المشاركات، شكرا على اللايكات، شكرا على تعليقاتكم الحلوة، الله يسعدكم يا رب. أشكركم على هذا الدعم الرهيب، أتمنى تستمرون وياي على هذا الدعم. أتمنى منكم اللي ما يشوف المقطع وما مشترك اتمنى يشترك. فهسه يلا ليتس جو، خلينا نشوف شنو الحلول للمشاكل اللي دنعاني منها بلعبه محاكي الستريمر. اول شيء اللي احنا دائما نعاني منه باللعبه من نلعب خاصه الاعلانات اللي كل شويه صاعدين سياره وطالعين من مكان ومسوين شيء، كل شويه يطلع لك اعلان 5 ثواني هيجي، شلون تلغيهن؟ لازم ريموف اي دي اس وتدفع فلوس، لكن انا ما راح ادفع فلوس، انا ما اريد اعطيك فلوس. كيف العبها اوف لاين؟ شلون اروح لديك العبها اوف لاين؟ يعني انه اطفي الواي فاي والعب، العبها شلون؟ اطفي الواي فاي والعب اللعبه، خلاص اي دي اس اعلانات مدري شنو ما تطلع لي ابد. ما ادري يعني اكو شيء لازم انه اونلاين العبها؟ يعني انا جربت سويت بعض الشغلات و رحت اشتغلت وجيت لا تباعون، لا تباعون شنو صاير؟ لا تباعون، خليها اسفر لكم كاميرا. سويت بعض الشغلات وطبعا ما شفت انه بدون انترنت العبها ياثر، ما ادري يعني اذا ياثر بشغلات لحد هسه ما ادري، لكن انه انا شغلات كوما سويتها بدون انترنت اوف لاين لعبتها شفت كل شيء صار اعتياد، يعني اللعبه تلعب اوف لاين معناته هيج. فيب خلي 1 2 3 شوفوا المايك زين، شوفوا الكاميرا زينة، وعندنا شغل، خلينا نروح نشتغل يا ولد، خلينا ناخذنا حمام نسبح. تمام، هسه امورنا تمام، خلينا نروح للشغل ومنرجع. طبعا البنزين لازم دائما من تروح للشغل تصرف بنزين، وهذا لازم انك شنو؟ انك لازم تعبي بنزين هناك، لانه مشكلة والله بلوى البنزين. لكن تقدر تشتري عبر الموبايل، هسه شوفكم شلون. طبعا انا ما حددت وين مكان الشغل. يا عادي رايحين احنا. واحنا رايحين اكيد بالبيتزا نشتغل. اوكي، هسه وصلنا وخلينا نشتغل. 188 دولار، كلش زين والله. شغل يوم واحد. نرجع للبيت هسه ايزي كلش. طبعا خلونا اكو شغله خلونا ندور بيها، خلونا ندور بالزبل شغلات. قولي ها ندور بالزبل عادي، اكو شغلات تحصلها من الزبل. هاي الشغلات شو تسوي بيها؟ تجي هنا تفتح يا شنو ذني؟ كل شيء ماكو، هذا مليان بوبو، هذا الحاوية هاي مليانة بوبو. اوكي اخوي هاي بس نوصل، قام يعرف يسوق والله، بس لا تقول لي ما نقدر ننزل من السياره، هاي السالفه اذا دعمت شيء خلاص اتوقع هم الى حل. شوفوا لحظه بالله، اكو شيء هنا يخص السياره، نجي اوف يور كار. اوكي هذا جيت اوت اوف يور كار، ما نقدر نسوي شيء بعد. ليش ندعمنا؟ دائما هاي اعتبرها قدامك نصائح السياقة، لا تسوق سريع، خلك امين،
انتبه منا منك، لا تدعم، لا يطلع جاهل قدامك ودعمته. هسه احنا دعمنا هاي الشجرة، شنو ذنبها؟ خلاص ما تنزل بعد تتورط. انا قلت لك اوكي خلونا نجي هنا. طبعا صار لودينج من مكان اللي تونا احنا جايين منه، يعني لا قبل لا نروح للشغل صار لود. اوكي تجون تدوسون على هذا القلب. هذا القلب شنو؟ اول شيء القلب عندك المرض او خلينا نقول الحياه مال اللاعب مالك. زين اذا نزل كلش شلون نعالجه؟ هسه اقول لكم. اذا نزل فد نوبه تجون هنا، تجون وين؟ يما هذا بالبدايه قلت لكم هذا الكبسله، ابو الكبسله اللي يبيع حبوب. مم هذا تجون، تجون من هذا تشترون حباية، هاي علبة حبوب أخذناه أوكي شيلة بيدك. تجي هسه احنا 75% ولا واسه فلوسي كلها راح، ما أدري 20 دولار هو يمكن، إذا 20 دولار زين. لأن سالفة ثانية أكو ما تعرفوها أنتو، تجون يم شو اسمه تيك شاور تقول، والعلبة بيدك. شوف فول فول الدم عندك فول هنا. أوكي هسه أمورنا تمام من هاي الناحية، الجوع تمام وضعنا. هاي بالنص الاصفر هاي شو اسمه الانرجي مالك، يعني يحتاج لك مثلا اذا انت سهران هوايه راد لك الدم، الانرجي مالك نازل، ويعني يراد لك يعني تاكل. هاي الامور عندك الجو مال الجوع اكل تاكل شيء. عندك الثلاثه الجو الازرق مال نظافه اللاعب، يعني لاعبك خلينا نقول وسخ نجس ما يسبح، هذا شقد ينزل؟ شوف 97%، هسه تونا سبحنا صار 100%، يعني نظيف لوك اللاعب نظيف طالع توه من الحمام. بالنص 89% هذا تويلت، هذا شنو هو؟ يريد يروح للحمام للتواليت مو الحمام. اي تجي هنا يبقى عجفة دولار، هذا صفر ما ادري شنو هو. شفتوا نقص ليش؟ لانه رحنا سوى فول بنزين، حاسب العمال حاسب العمال. خلينا نقول عندك ثالث شيء الهيت 25% تمام وضعك، الجو حلو يمك. اذا صار احمر هنا يعني الله لك تجيب مراوح تخليها على مود لا يحتر اللاعب. زين اوكي انا سويت كوما شغلات ورحت وجيت وطفيت اللعبه، اجي القى نفسي انطي لودينج يطلعني من مكان انه بعدها اللعبه، يعني بعد ما مسوي هاي الشغلات كلها. شلون حبيبي انت كل ما تسوي شغلات الامور هذا اني تخلص مراحل او تشتري شغلات شو تسوي؟ تجي تنام. لان من تنام شوف هسه انرجي تمام عندنا، من تنام النوم راح يسيب لك اللعبه، يخزن لك اياها منين ما انتهيت انت. من تفتح تجي ترسم المنايه واللعبه مخزنه عندك. هسه نجي نطب للشغله الثانيه، الشغله الاساسيه. إذا تريد تتعلم بعض الأمور، بعض الشغلات تريد تتعلمها شلون؟ تجي على التوتوريال، هاي التوتوريال هنا. تجي هنا يقول لك ستريم، يحكي لك بلا 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 شلون يعني يسوي ستريم؟ الترجمة إذا ما مو قوي بالإنجليزي ترجمة. جيم يقول لك شلون تحمل لعبة. ستات شنو يشرح لك شنو الستات مالك؟ المايننج بلا بلا يشرح لك الانرجي مالك شلون، البيلز هاي البيلز شنو هو الديون اللي عليك مثلا ديون الكهرباء وهذا شلون تدفعهم، اكل شلون تشتري غراض، هاي كلها هو يعلمك. زين نجي الشغله الاساسيه، اريد اشتري بالبدايه انا اريد اشتري كاميرا وش اسمه كاميرا ومايك، فلوس ما عندي شلون؟ تجي هنا على الكاميرا والمايك الشغلات هذني، وين الكاميرا وين المايك؟ المايك مثلا 1850 شلون؟ 1850 لا حبيبي مو 1850 هذا 185 ماكو 1850 هذا 1280 هذا المايك. هذا 487 هذا 970 مايكات يعني رخيصه دني يعني مو شو اسمه. تجي هنا للبنك، تروح على البنك مش عندك فلوس مثلا بجيبك، جيب افتح البصمه مالتك. اوكي عندنا توتال موني ان اكونت عندي بالحساب ايش جت 290 دولار، اريد احول للكريدت كارد ايش جت
اريد احول المحفظة اجي ادوس على هذا الاحمر احدد نسبة شقد احول للمحفظة عندي بالحساب هذا. هاي الحساب الاساسي شنو يعني بالبنك عندك هالقد حصلته من الستريم من الباع من شنو محصله توتال ماني ان ذا واليت يعني بالمحفظة مالك شقد عندي $23 توتال ماني بالكارد عندي بالكارد الكريدت كارد اللي نقدر نشتري منه غراض او الماستر كارد الغني $6 عندي. زين انا بدي اشتري غراض شلون احولهن؟ اجي مثلا اذا اريد احولهن للمحفظه على مود مثلا اروح اشتري شغلات حبوب اريد اشتري شغلات على مود اريد اشتري شغلات حبوب من ذاك اجي هنا واحولهن لش اسمه حولتهن وين؟ كلها بالمحفظه صار. زين اريد احوله للبنك اجي ترانسفير تو ذا اكونت من الجيب مثلا انت مشتغل بالبيتزا حصلت فلوس $500 اريد اجي احوله للشغله للكارد على مود اشتري بيه غراض اونلاين. زين اجي ترانسفير تو شو اسمه تو اكونت تاخذه من المحفظه مالك وتحوله وين؟ تحوله للبنك. بعدين ابدا احوله للكريدت كارد شلون؟ تجي هنا على يمنه الاخضر ترانسفير تو اكونت الفلوس اللي عندك بالبطاقه تحوله للبنك. الازرق تدوس عليه الفلوس اللي عندك الفلوس اللي عندك بالبنك تحوله وين؟ للبطاقه ترانسفير تو كارد. هسه من نجي هنا رجوع طبعا انترنت مالي فول اشتراكه انترنت قوي ابدا اشتري اكل او على الفود شوب تشوفون هسه الفلوس هذا الفلوس بالكارد 104 مكتوب لان سحبنا فلوس 104 هناك. اجي هذا ب 10 اتوقع اي ب 10 لان الفلوس ترى مو شو اسمه مو غالي هذا شوفوا $10 يعني هذا الصفر وين بينهم فاصله وانما الفاصله ما مكتوبه هناك تشوفون تلاحظون هذا انا شرحت لكم اياه انا اقول لكم عليه مو معقوله هيك يعني صحن ماعون ب $100 شكوش ماكل انا وين ماكل قابل انا تعطينا كومبليت بايمنت ب $10 سيجي منه اكل شوفوا حتى تنقص شقد من الكريدت كارد مالنا $10 بس $10 هسه يوصل لنا الاكل. انترنت مالي ضعيف شو اسوي؟ تجي وين؟ فاست نت تروح على الفاست نت يطلع لك اشتراكات الاشتراك اللي بيه 3 ميجا بايت داونلود 8 ميجا بايت داونلود ابلود 3 ميجا بايت $30 شهريا $30 40 يوم أربع أيام يصير مكتوب أربع أيام لأربع أيام عندك هاي السرعة مال النت ترجع عادي $30 شنو تحصله بث واحد. هسه خلونا نبث نروح نبث الأبلود مالنا شقد 3 ميجا نجي للأو بي إس ستريم لابس طبعا التي ستريم مالتك تعرفه من الستريم من البلندر تعرفه تروح للبلندر هاي البلندر اللي هنا تجي البلندر هذا البنفسجي تعرفه من هاي الستريم كي على مود شنو هو الستريم لابس مالك ان شاء الله واحد خمسة صفر اوكي ابروف طبق من الستريم لابس على مود شنو انا راح ابث هسه فعندك الابلود الواحد عليه 1000 بتريت شو تسوي على ثلاثة الابلود مالي نجي نخلي 3000 بتريت 700 يقرا هنا البتريت 30 اف بي اس كلش كافي خلي الجودة 400 ونقول جاست شاتنج يعني ما عندنا شيء نسوي ستارت ستريم هذا اول ستريم لنا اوكي لا مو اول انا واثق قبل يعني عندي 12 سبسكرايب جايني 32 فولو 8 مشاهد حالي يلا شباب مشاركاتكم يا ولد 17 كفو مشاركاتكم يا ابطال مشاركات حتى انا اريد منكم مشاركات يا ولد يلا مشاركاتكم يا ولد اجانا كلام هنا يعني. نا يقول اكو واحد يسالني بالتعليقات انت سي ويل سي اي يقول له جاوبه انت عندك اجابتين يا اما هاي الاجابه يا اما ذيك الاجابه داس عليها تضغط مستمر تجاوب عليه لكن هذا شنو؟ ترى هذا دونيشن جاي يجينا شوفوا اي ويل سبسكرايب سون $2 انطانا كفو على شكرا على ال $2 يا قلبي عندك الانرجي نسبة الانرجي عندك هذا الانرجي اذا خلص ينطفي البث وتروح تنام على مود تفول انرجي من جديد. $7 شكرا على $7 يا قلبي اشكرك حبيبي الله يسعدك شكرا
شكرا طبعا ما عندي غير شكرا شكرا لهم يعني شكرا لهم شكرا شكرا. اها اذا تريد بس تقرا دوس جوا، اذا تريد جاوب دوس فوق. شايفين هسه هذا شوفوا جاي ثاني جوا اوبن فان ميوزك، ادوس جوا على هذا على الكتابه مالته يروح يجاوب. اخترقوني يا ولد اختراق هكرونه. لحظه 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 نشغل الحمايه نشغل. يمي 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 ما عليكم ما عليكم الحمايه يمي الحمايه يمي. لا يا الله لا تنسيت، لا يا الله لا تنسيت. لك ايش صار؟ $5 باق من عندنا لك لا وشي ما انتبهت. لازم تنتبه للحروف شنو بالتسلسل الجواب. الانرجي خلاص ننطيله وين الستوب ستريم؟ عادي هو راح يصير ستوب ستريم بس نشوف الدولارات اللي جونا. $27 كفو كفو كفو. شكرا لك الله يسعدك كفو منك كفو حبيبي الله يسعدك شكرا على الدونيشن. اوه الاكل واصل صدق صدق الاكل واصل. خلونا بس نجيب ناكله. طبعا جبت شو اسمه جبت شو اسمه صاج سليب سليب. اوكي شباب هسه بعد ما نمنا وسيبنا كل شيء وصباح الخير عليكم صباح النور. نجي خلونا نسبح خلينا نسبح سبحه صباحيه نفرفش. جوعان لاعبنا الاكل ينتظرنا برا. واصلنا لحم وفطر من الصبح ياكلها والله ما ادري معده لو شنو هاي. لحم وفطر من الصبح يلا ما مو مشكله. هذا هذا اللحم الستيك هذا الستيك يفول الاكل بلد ياكل بالقاع ما ادري ليش. فولنا التويلت همنا فول عندنا لازم نروح للتويلت على مود يسوي البوبو مالته. اوكي هسه اذا نجي هنا اوكي خلينا نشوف اشوفكم شلون البيت. هي 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 هنا شغله واحده بس توسخ اللاعب مالنا من قد ما دور نبش بالزباله. آه هذا تيك شوف اوكي خلينا نفترض عندنا هاي الشغله نريد نبيعها. حتى لو عندك شيء جديد اشتريت مايك وتريد تبيع القديم تخليه عندك بالجنطه بالجنطه تخليه عندك. شوف عندنا قنينه غاز تحصل قنينه غاز من تحصل من الزباله تجي يم هذا الزباله الذي يشتري منك الغراض. نجي على هذا تخلي الغراض وين تخليه يمه. اذا تريد تزيد السعر تدوس على هذا الاحمر انت وحظك. اذا راح على الاخضر على هذا الاخضر ايش مسوي؟ يعني راح يزيدك السعر. اذا لا ينقص لك اياه دولار ابروف ويعصب فوق هاي يعصب. $20 حصلنا منين؟ الغراض جمعناها من الزبل. لاعبنا والله ما ادري ايش يسوي. عندك بيت وعندك كمبيوتر كل تروح تجمع من الزبل لك مو عيب مو عيب. اللعبه هاي الشغله انا ما مفتهمها انه اريدها بس لعبه. اجي على الستيم هنا الستيم يقول لي كومينج اون اكتوبر. زين التاريخ ايش وقت يعني؟ ما كاتب لي. اوكي كاتب لي لكن انت شلون اعرف التاريخ؟ خل نفتح لنا ستريم اخر ستريم هذا خل نفتحه وبلكي نحصل غراض من يم. عندنا 10 سبسكرايب يمكن لاغين اكون اسمه منهم لاغين الاشتراك بقناتنا ما ادري ليش. هو اوكي يردون العرض. جيت بيد هذا عندي 45 هنا يا مو ماخذه بعدني اخذته استوني. اوكي فلوس شنو؟ شو اسمه؟ مونكي كينج شكرا على 29 ايش قال؟ على 29 دولار شكرا سكولينج شكرا على 3 دولار يا قلبي اشكرك حبيبي. 26 شخص منورين يا ابطال مشاركاتكم يا ولد اجانا سبسكرايب. اوبن اب فور فان ميوزك اوكي خلينا نقول له على مود نشوف الجديد اللي يجينا. شكرا على السبسكرايب يا بيرادز. 53 شخص منورين اشكركم على المشاهده مشاركاتكم يا ولد اليوم التفاعل فول يا ولد اليوم التفاعل فول فول التفاعل ماكو هيج صعدنا بالتفاعل. سبسكرايب هواي اجانا شكرا على السبسكرايب يا قلبي. ما ادري شو يسولفون بالشات يعني
احاول نفسي انه اسوي نفسي قاعد اقرا. شكرا على السبسكرايب، شكرا على $3 يا قلبي. كليد تشالبود ميموري سي خلينا نجاوب على هاي. شكرا على الدولار يا قلبي فوق شادز، شكرا على الدولار، شكرا على السبسكرايب يا قلبي. هذا اليوم التفاعل فول، اليوم التفاعل فول. اشكركم حبايب، اشكركم، شكرا على التفاعل حلو هذا، اشكركم، الله يسعدكم، شكرا شكرا. طبعا هاي النسبه الاربعه فوق، اذا يصير الخضر تجاوب على الجواب الصح يزيد عندك التفاعل هذا، فاعرف شو تجاوب اليوم. ايش قلت لين الطيله؟ بينت 43 دولار حلو. لوز 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 اليوم، لوز الشغل كلش زين. نجي وين؟ نجي على البنك، نجي على البنك نسحب الفلوس، نشوف ايش قد عندنا فلوس بالبنك، نسحبها للكريدت كارد. 89 دولار نسحب لوين؟ الاكونت. لا والله لا، ما اريد مال الوالت، مال اي مال شو اسمه، مال البنك نسحبها للكارت. اوكي هسه لهنايا امورنا تمام، عرفنا شلون نسوي ستريم، عرفنا نشتري غراض، عرفنا نبيع، عرفنا بعض المشاكل. السياره حاول لا تدعم، قلت لك حاول هذين الامور تسويهن. التحديث لحد الان ما شفت انه جاي، لكن شغله الكراش بالاجهزه الضعيفه بدها تصير، مو بالاجهزه القويه. انا كراش بدها تصير عندي الا نادرا. فيب اتمنى تكونوا استمتعوا بالفيديو، اتمنى تكونوا استفاديتوا شيء من الشرحات اللي حكيت لكم اياها. لا تنسى اللايك والاشتراك، اشوفكم بالحلقه الجايه، يلا مع السلامه.